والآن كلمة لسي عمران أي تحمدة. سيد الوزير الأول، في المخطط العام ديالكم تكلمتم على رموز الثورة، على حماية رموز الثورة. هذا الكلام كل جزائريين سمعوه من 62 إلى يومنا هذا. كيفاش تفسروا سيد الوزير الأول اغتيالات كل من العقيد شعباني، كريم بالقاسم، علي مسيلي وأحمد مدغري؟ كيفاش تفسروا موقف السلطة لنفي من الجزائر لرموز الثورة كما محمد بوضياف، حسين أيت أحمد ومفدي زكريا؟ كيفاش تفسروا سيد الوزير الأول حبس الجثمان العاقدين سي عميروس وسي الحواس من طرف الدولة الجزائرية؟ كيفاش تفسروا كذلك حبس أبناء الشهداء يوم 5 جويلية 1985 والذنب الوحيد ديالهم لأنهم راحوا يحتفلوا يوم الاستقلال وبعض من هؤلاء كانوا مناضلين للرابطة لحقوق الإنسان؟ كيفاش تفسروا إن احتفال ذكرة ميلاد مفدي زكريا شاعر الثورة الجزائرية وصاحب النشيد الوطني قسما، وهذا بعد الموت ديالو في المنفى، الاحتفال ديالو تم الأسبوع الماضي في فرنسا ولا في الجزائر؟ لو سونتر كولتورال الجيريان دو باري ا ريفوزي دورغانيزي سات اوماج. والغريب، نزيد نكرر، والغريب هذا الاحتفال كان بوجود سفير فرنسا بالجزائر وغياب سفير الجزائري بفرنسا. سيد الوزير الاول، وين كانوا هذو الناس اللي يتكلمون باسم الشعب الجزائري وباسم الثوره الجزائريه؟ وين كانوا هذ المسؤولين المنظمات والجمعيات ليدافعوا على رموز الثورة؟ سيد الوزير الأول، في الحملة الانتخابية الماضية الأرشيد قرر باش يرفع الراية السوداء. أولا يهويا، ثانيا خليه يتكلم من فضلكم. أولا يهويا، ثانيا الجزائريين عارفين شكون حنا وعارفين شكون انتم. فهموني كيفاش في 1993 كي كان الإرهاب الأصولي قطع الرسان وين كنتم؟ فهموني نهار سعيد سعدي طلب من الجزائريين الصالحين باش يحاربوا الإرهاب وين كنتم؟ بعض منكم هربوا للخارج، بعض منكم ضربتوها كوشيفو. وفي هذه الحكومة موجود زوج وزراء رفضوا الراية البيضاء واستسلموا في سانتيجيديو. في الأرشيدي ما فيش مسؤول واحد من سعيد سعدي إلى مناظر البسيط اللي موجود قدامكم ليقبل باش يكون لاطاشيد. اسمح لي سيد الرئيس خليهم يطبطبوا. في الأرشيدي ما فيش مسؤول واحد من سعد سعدي إلى المناظر البسيط اللي موجود قدامكم ليقبل باش يكون لاطاشيد براس تاع حطاب. اكسكوزي موا مسيو حطاب، قولوا لنا وين راح حطاب؟ وين راح عبد الرزاق البارا؟ وين خبيتوهم؟ سيد الوزير الأول، الخوف ديالي كاش نهار نص صباح ونسمع في التلفزة الجزائرية بأن حطاب عبد الرزاق البارا بن عيشة مديتو لهم لابونسيون من طرف الوزارة المجاهدين، وفي نفس الوقت الشبان الخدمة الوطنية المعطوبين أضربتوهم الأسبوع الماضي لما جوا العاصمة يطلبون في حقوق ديالهم. واحد منهم تحت له عينه هاي اللي كطاها لي، قال لي مدها الوزير تضامن ومن بعد مدها لك. سيد الوزير، بدون شك هذه الحكومة راهي رايحة تحارب الفساد والرشوة والسرقة. ما لا فهموني كيفاش في لافر خليفة كاين شخص حكمتوا عليه بعامين حبس خرجتوه من بعد 3 شهور مديتوا له باسبور وبعثتوه لكندا. كل جزائريين عارفين من هما وراء الجريمة تاع خليفة. أولا كاين السائق ديالو، كاين الكاتبة ديالو، وكاين لاطاشي دبراس.
وحتى حتى الصديق إغيل مزيان مسكين ضحية مازالوا للآن راه في الحبس تاع تيزوزو قريب بداو حتى الخضر باللومي. ما فيش مسؤول سياسي واحد ولا اقتصادي واحد اللي راح الحبس في قضية خليفة. سيد الوزير الأول نهار كانت بلاد بلاد دولة دولة مسؤول مسؤول الشاب الجزائري كان يطلع للجبل باش يموت على بلاده، واليوم الشاب الجزائري قابل يروح للبحر يأكل الحوت ولا يعيش معكم. سي لي شاك بروغرامي. سيد الوزير البارح في تدخل الزميلة ليلى حاج عراب بعض النواب خاصة تاع الحزب ديالكم تبطبوا عليها. أولا كما يقولوا احنا عندنا ما تفوح الشريح، ما تنساوش ما تفوح الشريح يتجمان ذي مولان. وعلى الأسف وعلى الأسف ونقول للأسف فيه بعض الإخوان رجعوك شغل القابلات يفرحوا غير بولاد الناس.